اليوم باش نحكيو على 3 ماشين دو كونترول داكسي اللي هما سبيدفيس V4L, سبيدفيس V5L والميني AC بلس. سي بون, مرحبا بكم في تيوست تونيزي يونايتد سولوشن, معكم محمد من سيرفيس تكنيك. اليوم باش نحكيو نعملو الانبوكسينغ تاع سبيدفيس V4L. نلقاو كويك ستارت جيد, لاليمونتاسيون 12 فولت مع كابل سيكتور 220, سوبور, شيما دانستالاسيون, فيسيت وشفي, كعبة ديود, تورنوفيس, كابلاج, اي انفان نوتخ ماشين سبيدفيس V4L. سبيدفيس V4L تجينا بإكران 4 بوص تكتيل, عندك الفيس كاباسيتي 800, البالم كاباسيتي 800, الكارت 1000, والترانزاكسيون 150,000 ترانزاكسيون. فيها ان اباري فوتو دو 2 ميجابيكسل pour la reconnaissance faciale avec un flash LED. تخدم بارتي كومنيكاسيون, تخدم TCP IP, USB, host, Wi-Fi, WiGand, input, output و RS-485. بطبيعة في المنيو متاحة نجمو نبسكولي ما بين كنترول داكسي والبونتاج, دونك تخدم مع ZKBO Access وتخدم مع ZKBO Time. كان معكم محمد من سيرفيس تكنيك تيوز تونيز انريتد سولوشن. جسبر عجبتكم الفيديو, ما تنسيوش تدعمونا بلايك سبسكرايب, كان عندكم اي تعليق حطوه في الكومنتير.